يا فندم صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومليون مبروك الانجازات المحترمه المتتاليه، اهلا بيك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وشكرا لمتابعتكم لانجازات الشباب المصري الرياضي في كل المجالات. دي حاجه بتسعدنا وتشرفنا وسعدنا بسعادتكم يعني. ربنا يخليك يا فندم. ما هي واحد لا يملك غير ان هو يفرح للحاجات اللي تفرح فعلا، وفكره ان في رياضه حديثه نسبيا ومع ذلك احنا يبقى لنا فيها يعني باع، ونبقى محط انظار العالم كله، سواء على صعيد كواليتي اللعيبه واللاعبات او على صعيد قدره مصر على تنظيم بطولات مختلفه، لا سيما في هذه الرياضات الالكترونيه. فطبعا ده شيء مهم جدا. هل ابتدت في الفتره الاخيره يا استاذ شريف الرياضات الالكترونيه تنتشر ما بين الناس؟ لان ناس كتير قوي بيمارسوها، واحنا اتكلمنا كلام سابق مع حضرتك في هذا الاطار ان الرياضات الالكترونيه هي شيء بيمارس بالفعل من قبل ناس كتير جدا ابتداء من الاطفال، ولكن بشكل هوايه يعني مش بشكل احترافي. فايه اللي استجد بقى على هذا الصعيد في الفتره الاخيره؟ اللي استجد النمو والنضج الطبيعي بعد كل هذه الممارسات اللي بعشرات الملايين في مصر وبمئات الملايين والمليارات في العالم، ان بقى في صحوه في العالم كله، واحنا كنا سباقين كمصر على فكره قبل دول كتيره جدا كالعاده يعني. لكن اللي جد ايه؟ ان بدات تتكون الاتحادات العربيه، واحنا ساعدنا في كده، وجامعه الدول العربيه عملت اتحاد عربي، والاتحاد العربي نشط بس كان قبل الكورونا فاتعطلنا، لكن اول بطوله عربيه مصر نظمتها بس كانت اونلاين. دوري العرب في موسم الرياض للالعاب الالكترونيه ده كانت قوته ان تم دعوه كل الدول العربيه في اول تجمع نشوف بعض فيه، لكن كنا عارفين بعض طبعا، احنا كمصر لينا وضعنا. كانت المشاركه قبل كده بتبقى عن طريق فرق الاتحاد بيدعم وبيساعد انها تطلع بره مصر تشارك باسم مصر. الجديد اللي عندنا اكتر ان احنا بدانا نشكل المنتخبات، بدا التوجه الوطني يبقى موجود من خلال اللعب باسم مصر، مش فريق بيمثل مصر في بطوله في احدى اللعبات، وده هيفتح كتير من المجالات. واحنا ان شاء الله من الاخبار اللي ممكن انتوا تنفردوا بيها كده، خلاص ده انفراد ليكوا، ان مصر هتستضيف اجتماع الجمعيه العموميه للرياضات الالكترونيه في ديسمبر القادم ان شاء الله. جميل. طب ايه اللي هيصفر عن هذا الاجتماع يا فندم؟ المفروض يصفر ايه؟ هي جمعيه عموميه، احنا عملنا جمعيه تاسيسيه، دي تعتبر اول جمعيه عموميه تضم كل الدول العربيه. للاجتماع الاول كانت الدول المؤسسه اللي اسست، ليها مصر والسعوديه والامارات والجزائر، وكانت تونس ولبنان والاردن. تمام. اللي هي الدول الرائده اللي جمعت نفسها عشان نوصل للي احنا فيه النهارده. هنعمل بقى جمعيه عموميه تضم كل رؤساء الاتحادات العربيه، جيبوتي كانت موجوده، الصومال، يعني اسامي دول لا يتخيل احد انها قويه في هذه الرياضات الالكترونيه اللي بقت صناعه وبقت حاجه غايه في الاهميه. هي منتصف الاعمار فيها كام يا فندم لو تسمح لي اسال؟ ما كل الاعمار بيلعبوا، بس ايه بقى، احنا ما بنقدرش نقول يعني مثلا البطوله دي 16 سنه، كانت 18 الدول كلها ضغطت انها تبقى 16. بس احنا بنتميز بايه؟ ما فيش شرط السن دي، لان طول العمر لما بيكبر التركيز في البطوله كرياضه بيقل، فما عندناش من المشكله ديت، احنا بس بنحط حد ادنى. أوكي. مش حد اكتر. هو بطبيعه الحال اكيد حضرتك وانت طبعا اضرب مني في النقطه دي، بس اكيد الاطفال بصفه خاصه يعني اللي منهم دخل بقى عشان يمارس هذه الرياضه الالكترونيه بشكل احترافي او بشكل نظامي، اكيد هو داخل ويعني وعنده تفوق. امكانيات يعني انت عارف التعامل بالذات مع الاجهزه الالكترونيه بالنسبه للاطفال ده بقى خلاص من اساسيات الزمن اللي احنا فيه. اسهل كتير طبعا، وبيبقى مشكله المشاكل عندنا ان احنا بنقول لهم ما نقدرش نخليكم تلعبوا. وخصوصا ان احنا بنلتزم باتفاقيه اللعبه اللي هو بيعملها اكسبت على الجهاز بتاعه، بتقول لا يقل عمر من يمارسها على 13. بعد كده بيبقى ليه اضرار، وهو ده مرحله الوعي القادمه اللي احنا بنعملها.
وهنبدأ حملة لأن الأندية تشارك مراكز الشباب، لأن كله لغاية دلوقتي تقريبا 99.9 هي محاولات من شباب عمل تكوينات لفرق بيلعبوا مع بعض بيها وبيمارسوا. ودخلنا في مرحلة إن إحنا بنشترط إن الفريق اللي يكون مسجل عشان تتم التصفيات يكون على الأقل شركة مصرية، يعني يعملوا شركة بينهم بين نفسهم، لأن في فلوس، في جوائز، في سفر للخارج، في تمثيل الدولة، فعلى الأقل يبقى في كيان شرعي نقدر نتعامل معاه. والبطولة دي إحنا عملناها على فكرة. عملنا إن إحنا نقول إن التصفيات لم يسمح إلا للكيانات خصوصا في الفرق، دي الشركات الفرق الشركات على الاقل. ولكن طبعا فريق نادي الشركه المصريه للاتصالات، وده نادي مشهر رياضي، نادي هو إيه؟ اللي كسب التصفيات. نادي الصيد؟ لا، نادي الشركه المصريه للاتصالات. الصيد لسه يعني. يعني لو تعرفي حد قولي لهم احنا، لان اول مهرجان الاتحاد عمله كان مع نادي الصيد على فكره. اوكي. طب انا عندي سؤال لباشمهندس شريف لو تسمح لي، يعني عشان ما نطولش على حضرتك برضو. السؤال ده اكيد بيتسال على طول، واكيد سؤال كومن، ومعلش هنضطر نعيده تاني لان في ناس ممكن تتفرج علينا تقول لك هو انا ما اقعد قدام جهاز ده كده رياضه، هو اصلا في مواصفات معينه للاشخاص اللي هي هتمارس او هتنضم لمثل هذه الرياضه اللي يطلق عليها رياضه، رغم ان انا ببقى كلاعب قاعد في مكاني ممكن اقعد باكل بشرب، ممكن يبقى حجمي اوبيس وقاعد بلعب واسمي بطل رياضي للالعاب الالكترونيه وانا ما بقدمش اي رياضه فيها، بالعكس يعني انا قاعد بيتحرق دمي، اعصابي بتبوظ. يعني خلينا نرد على النقطه دي. اللي نهاوند بتسال حضرتك عليها يا استاذ شريف برضه ممكن تبقى تهمه ملتصقه بكل الرياضات الذهنيه بصفه خاصه، ان في ناس كتير مش شايفه انها رياضه اصلا، بالذات الالكترونيه بالذات. يعني التشيس مثلا، الشطرنج وكده ما ينطبقش عليه ده قوي، بس الالعاب الالكترونيه هي في البدايه رياضه ذهنيه زي ما خلينا متفقين، لكن فيها كل اشكال الرياضه، في الخطط واللعب الجماعي والتعارف وكل مواصفات ما هو رياضه هي، بس هي مش بدنيه. لكن السؤال ده كويس، ان احنا بنطلع حاليا وخلاص العالم كله بيتجه دمج الرياضه الذهنيه بالرياضه البدنيه، ده مش موجود في اي رياضه ثانيه ذهنيه على فكره. يعني الجهاز اللي بيتلعب عليه جهاز المشي، جهاز حركي في جزء كبير بيتحكم فيه الكتروني. الاجهزه اللي في الايد خلاص، الرياضات كلها بتتحول لرياضيه الكترونيه بدنيه ذهنيه. يعني الفي ار، الواقع التخيلي، خلاص بتلعبي ملاكمه بكل قواعد الملاكمه من خلال الفي ار. فلو ما دخلناش المجال ده، واحنا دخلناه خلاص يعني مش عايزين ندخله، ان عمليه الدمج اللي بتتم بين الرياضه البدنيه والالكترونيه بقى امر واقع. اكبر خناقات كره القدم ايه دلوقتي؟ ما هو الفار. والفار ده ايه؟ ما هو تدخل الكتروني في لعبه الاتصالات يعني بين الحكام. الاتصالات بين الحكام هو بيتم زي ما بقى عن طريق الموبايل، ما بيروحش يكلمه، هم بيتصلوا مع بعض. المفاجاه اللي عايز اقولها لك في المجال دوت بقى، ان مصر بتستضيف اول مؤتمر للميتافيرس مع جامعه الدول العربيه، هيبقى بقى في ديسمبر او يناير القادم، عشان تم الاسناد لمصر السيموليشن والمحاكاه من خلال الميتافيرس اللي هو العالم اللي جاي بقى. احنا خلاص بنعدي كل مراحل السوشيال ميديا والانترنت، احنا داخلين على مرحله الميتافيرس. لو مش داخلين مرحله الميتافيرس والسيموليشن، العربيات واللي احنا بنشوفها دلوقتي في العربيات، في الملاكمه، في بعض الرياضات بتلعب تنس مع الجهاز مع الشاشه، الكلام ده بقى منتشر في مصر وفي العالم كله. طبعا احنا هنبقى نخرج بعد كده واحنا في بيتنا، يعني على فكره دي حقيقه، دي حاجه تخوف والله. الميتافيرس دي نقله نوعيه في نمط حياه البشر كلهم. هو اللي يخوف ان احنا لو مش مستعدين، لكن لما يبقى مصر هي اللي دعت لاول مؤتمر للميتافيرس وتاثيره على الرياضه والالعاب الالكترونيه، يبقى نطمن ان احنا. هو ده اول مؤتمر من نوعه يتم في مصر ولا اول مؤتمر من نوعه؟ اكيد حصل مؤتمرات قبل كده عنه يعني. لا، ده اول مؤتمر كان طالع من الاتحاد المصري وبدعم الدكتور اشرف صبحي، لان هو يعني دايما بيخلينا نفكر في الخطوه اللي بعد كده.
الولاد اللي بيلعبوا العاب الالكترونيه في منتهى القسوه علينا. ليه؟ لان هم شايفين العالم، فدايما يقولوا احنا فين احنا فين، فدايما احنا نكون سباقين بخطوه اكتر من اللي موجود حاليا اللي هم منبهرين فيه وجزء منه. تمام. فده رد على السؤال. وبعدين احنا مش هنغمي عينينا، لازم نلعب معاهم. وكنت معاكي في البرامج من 4 سنين يا استاذه نهوان، وكنا بنقول نلعب سوا، يعني كان برضو 4 سنين ده مش في الاهلي بقى. مش في الاهلي خالص. احنا عملنا، لا ده انا فاكر ان احنا عملنا لعبتين باسم نهوان واحنا قاعدين على الهواء. يعني صح 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 تمام صح يا باشمهندس. ما هودي لعبه قتاليه عشان ايوه قتاليه. هلا ما انت فاكر ايه؟ وتعليم الموسيقى. لا ايوه صح، انا افتكرت. لا انا كنتش فاكره فعلا، دلوقتي افتكرت صح. تمام. لا لان انت سالتيني بقول، فانا قلت لك اسمك نفسه ممكن يتعمل لعبتين. ايوه عشان نبقى ايجابيين ونكون بنستخدم الالعاب الالكترونيه في درس التاريخ ودرس موسيقى، وده برضو مركزين عليه ان احنا هنعمل حاضنه للرياضات والالعاب الالكترونيه. ما تقلقيش، ما بننساش وما بنسيبش حاجه، ودايما سباقين بخطوات ودايما موفقين يا رب ان شاء الله. اللي حاصل ده انجاز محترم جدا، اكيد بنهني حضرتك عليه وبنهني كل القائمين على الرياضات الالكترونيه في مصر. مليون مبروك. تقابلوا الولاد بقى، نفسي تستقبلوا الولاد. ما تكلمش طبعا، ده يشرفونا يشرفونا. ده يا ريت، ده يا ريت حضرتك تنسق بنين وبنات. ماشي حضرتك دلوقتي يعني بعد النهارده بعد الحلقه ننسق مع الاعداد. احنا ده شيء يسعدنا جدا. يشرفونا وينورونا يا استاذ شريف. مشكورك يا فندم على مجهوداتك الكبيره، ومشكور على وجودك معانا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاكس. غريب على قناه النادي الاهلي. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ده كلام محترم جدا. حلو.